عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك نشترك في القناه. وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن شام بنت اصاله طبعا، وفرح جميل جدا جدا، ربنا يوفقها. انا فعلا بعزها لان هي انسانه يعني محترمه ومجتهده جدا ومثقفه ومتعلمه، وكانت دايما متحمله مسؤوليه اخواتها لما كانت اصاله دايما بتشتغل. حضر باقة من النجوم المغنيين طبعا لأصالة، منهم إليسا كمان، رامي صبري، وغنوا أغنية لولا الملامة للفنانة الجميلة وردة. وهي طبعا أنا بعشق وردة جدا جدا جدا، والأغنية جميلة جدا جدا. اللي بتحب وردة من زمان قوي قوي قوي، وبحب كل أغانيها جدا جدا جدا. يعني أنا بحب وردة قوي قوي فعلا، بعشق أغانيها بدون أي كلام، مش عارفين نتكلم اي حاجه، لكن انا بحب اغانيها جدا. ليها اغاني كتير قوي بحبها، ومن زمان من ايام ما كنت صغيره خالص. هعرض لحضراتكم دلوقتي حالا الزفه وحفل زفاف شام بنت اصاله من اوله لحد دلوقتي.